يعتقد البعض أن المشروبات الغازية تساعد على الهضم، لكن في الواقع هي تسبب عسر الهضم وتزيد من الغازات في المعدة. المشروبات الغازية تلغي دور الإنزيمات الطبيعية في المعدة اللي تؤدي إلى سوء هضم وآلام في البطن، وكذلك تأثر على امتصاص الفيتامينات والمعادن والأملاح والفوائد الأخرى من الطعام. شرب المشروبات الغازية مع الطعام عادة سيئة تجنبها في رمضان واستبدلها بالماء أو اللبن. شاركنا تحدي 30 يوم مع هلال الصحة.